انت تخبط شو تسوي؟ صبر، انا ابغى اشوف التليفون هذا شو فيه من المسجات والارقام. عيب وليد عيب، انت تليفونك ما تخليني اشوف شو فيه. يا عمي خلنا نتسلى بعدين. تعال نسيت اخبرك يا اخي، في انتين يتصلوا له هني عارفنا، بس هو لانه مخضارب ما يتذكرهن. انا الهنتين ابى اعرفهن منو. يا اخي عيب. ولا عيب ولا شيء، عيل سهور يتجرأ ويرني من قميصي خسي له. اصلا انا بس متحملني لين ما يخلص الشريط وعقب شوف. اما رغت روغة كلاب ما اكون انا. انتبه ترى الزعيم ما يرضى فيه. وانا ايش علي؟ كل واحد حرف اسلوبه وطريقته في التعامل. يلا باي، باكر ان شاء الله اشوفك في الكلية. باي. الا اعرف اليوم شو سالفتك ما ترد. هلا والله رن. الله يخليك، لا تبلشنا وترد. يا عمي خلني اتسلى. شوف شوف انا بحطيه على السبيكر. الو، انت شو فيك؟ اليوم اتصلت بك 3 مرات. فوي افا قفل. ها وين اختك؟ في حجرتها عن ابوه. هذه بنتي على طول انخشت هناك. زين سريب لي قلم علشان بكتب اسماء الوادم على غراشهم عشان ما خربط في سامانهم. عمو ايش حقه ما تسوين استكرات وتكتبين عليهم مريم للعطور والبخور والعود المعطر، وانا بصمم لك لوجو عجيب على الكمبيوتر. وابويه تبي تفضحني بين العرب والناس؟ عمو كل الناس يسوون كذي، وبعدين الاستكرات يبيعونهم في المكتبة على اشكال وانواع، شو رايك؟ زين شو حق كل هذا؟ ترى كل اللي يشترون عني يعرفون رقم تليفوني ويعرفون بيتي، شو حق هذا الاستك مالك اللي حطه على شو اسمه؟ عمو اسمهم استكرات، اصلا هذا يسمونه اعلان ودعايه، مثلا اذا وحده زارت وحده من ربيعاتك وشافت عندها غرشه البخور بتقرا العنوان على الاستكر. اسمع انت عاد حينه، خلي انكر رمسه وسر طالع اختك عاد تكون رقدت قبل لا تتعشى. ها شفت؟ انا مالي خص، بروح ارن. صبرك تشوف. الو؟ ها شو صار؟ تخافين علي؟ الو؟ ليش ما تردين؟ تخافين علي؟ الو؟ الو؟ وين صرتي؟ ما صرت مكان. اي ليش ما تردين علي؟ لا بس سمعت شيء غريب. هي وياي صديقي. يوم تكون بروحك رمسني. ليش ما تردين على سؤالي؟ ها تخافين علي؟ اويه خلاص سكر سكر بعدين برمسك. اويه خيب، هاي مال اول، ما حد يقول شي، احنا يقولون ياي، هاي السوالف يعني مالنا. وليد الله يخليك، شو البطاقة سهر من تليفونك؟ هلا لحظة، هذا مسج وليد. ما يخصك يا عمي، خلنا نشوفه. اسمع اسمع، انا ابى اسالك سؤال ورد علي بصراحة. انت تعرف وحدة اسمها ميثا؟ جاوب فورا. منصور شي جاوب هي ولا لا؟ يا اخي وانت ايش لك يا اخي؟ مو بزين، لازم نرد، حرام. اسمع اسمع، انا برد عليه بهالمسج. فتحت دكانك ها؟ زين اذا ما خليك تتحسر هذا السروال مو على ريال. اقول لك تعال نبيع مع بعض.
نسوي تجارة. الحين خلاص ما تبلا كبر راسك. بس على منو هاد؟ الجماعة جايين جايين. بس صبر تشوف. البارحه وقلي وسوي شوي وياي شباب حق ابوي وباكر تقلي البطاط حق خلود ترى ما ياكل سمك. انت سيري سوق؟ هي شو عندك؟ انا اريد اشتري واحد جلابيه. وابوي عليك حسبي الله ونعم الوكيل. هاك اليوم شايرت لك انتين وين سرتيهم؟ انا اريد ودي حق ماما بلاد. خدي فلوس. نعم خلي بيزاتك عندك وانا بشتري لك من بيزاتي. التاكسي برا؟ من زمان يجي برا. بروزار يا زشت. تفضل. شو كلامك؟ أهلين أهلين. الأمير بدك فلافل مع البطاطا وأحط لك شوية يعني باذنجان. خلصت؟ آه. ترخيص المحل لو سمحت. ليش؟ أنت من سمح لك تفتح هالمحل؟ بروحه مساوي نفسه حكومة، سمح لنفسه، سوى لنفسه. رجالاً لا تتدخل. إن شاء الله. عندك ترخيص؟ آه عندي ولا كيف ما عندي يا زلمة، بس مين حضرتك؟ ويا قسم التفتيش من الدائرة الاقتصادية. أهلين أهلين قسم التفتيش على عيني وعلى راسي كمان المدير كله أهلين. أستنى إن شاء الله أجيب لك. تفضل. ماسكاباريس ما عليك، كل هذا ماسكاباريس. الحين هذا هو العود ها؟ نعم. زين ما شاء الله غاوي. عيل شوف عطني منه كيلو وين وبغيت من هاي الغرش وينها هاي ابغى منها 6 غراش. اعطي 6 غراش وابغى دهن الورد. ابغى هي ابغى غرشتين كبار مو بهاي اللي جايبيه. كبيرات كبيره هي ابغى عوده وابا عنبر. عندك عنبر؟ عنبر هذا هي ابا اصلي عادي ما بتجيب لي من هاك اللي اعطيتني اياه. اصلي اعطي تقليد ما في انا بيها. اي هاك اللي اعطيتني اياه كان نقار. نعم نعم. اعطيني يلا بسرعه ذهب لي دهدي لا تاخر وراي شغل. بعد بعد يب بعد بعد. لا نعم 6 غاوي والله عودك. بعد اقول لك يب بعد. شو هذا اقول لك 6 جايب لي هاي هذه 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 هذا هذه هذه كله هذه. هي 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 بعد شو كم واحد هذا الحين؟ هذا يجي 8 يا يوسف. وانا قلت لك 8 بس 6. 6 ما مشكله اثنين انا خلي خلاص. والباقي هذا 6 قراش بعد. 6 قراش هذه هذا آه ست أيدي هذا. تفضل حضورهم الأوراق كلهم. شو رأيك؟ خذ أوراقك والله يوفقك. شكرك. الرجال طلع عنده ترخيص وأوراقه سليمة وأنت اتصلت لنا وبلغتنا بلاغ كاذب يعني أزعجتنا وعطيتنا عن شغلنا. ليش يعني؟ هذا حسد طال عمرك. شو حسد أنت بعد حسد؟ طال عمرك بص حضرتك. نعم. أنا يعني قصدي من باب التعاون عرفت؟ هم يشتوا أي وحيد أغلب فينا يفتح الدكان لازم أعرف عنده ترخيص ما عنده ترخيص. لحظة لحظة لحظة. هات شو رخصة دكانك؟ أنا طال عمرك رخصة مالي من تي بس شهرين. شهرين؟ إيه. زين عندك مهل أسبوع يا جدد الرخصة يا بني دكانك. شو قلت؟ إن شاء الله إن شاء الله. حاضر حاضر حاضر. تفضل. أهلين أهلين يا كلومي.
انا اعرفك نساي، ما نسيت شيء في التاكسي. يا ربي كفايه علي النفاض اللي مفضهم مخبايين فيه في السوق، ما ادري ايش استوابهم، اللي ب 100 استواب 500 يا رو علينا يور. كل السامان ما اجيب انا من تاكسي، هذا سامان حق شو انت تجيب كلش؟ انت ما يخصك. افتلابيها قنا ما يجيب. يدك سارة والساسرة وروحهم روحوا جدي. وين صرتوا؟ صرنا لندن. لندن صرتوا؟ لندن في سيارة ابويا؟ عجيبة. الله يهداك يا اخوي. شو ده بعد؟ حجي لندن بسيارة ابوك؟ سيارة ابوك دكان غرومي ما توصله. ابوي يدك سلمك الله يوم شاف الابراج والعمارات العودة في دبي سماها لندن. ألا أقول يا ولدي يا صالح عظيم، أحب ما شاء الله العمارات اللي صاكة الجو كل واحدة أعلى من الثانية، هذه كلها مسكونة؟ الله يهداك يا أبوي، سكر بعد كلها مسكونة، شيء مسكون وشيء بين سكن. ول شو ماخر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بلاها هاي سيري طالع إيش بلاها؟ غدو غدو أمكم بس نيام. من 3 أيام وأنا ملاحظتنها، لكن أنا أقول يمكن بريئة مسكينة، لكن طلعت هي أمي، طلعت هي. وانت ايش درت منو الطريق زخيتي بنت الناس وضربتيها؟ حتى شوفي هذا مسج منه ويقول انه يحبها ويعرفها واني انا ما يخصني فيهم. ما عليك منه، هذا كذاب وميثوم مو مال هاي السوالف. بتقولين امي قالت؟ هدي يا ساهر، هدي هدي يا ساهر. ما انتم غصبيني، ما انتم غصبيني تنذرين. شو تبقى؟ قول لي شو تبقى؟ ابا بطاقة تلفوني، ابا بطاقة تلفوني. هدي هدي، عطى بطاقة تلفوني يا ولي. عطى تلفون، عطى بطاقة. شو هاي بطاقة تلفونك؟ لصوص. معلش شباب، هدوا، خلوه يطلع لي في خاطره، كل ساعتين وبيرد لنا. تعال يا باتش. شوفي عادل، ابغي اعرف انت وحمد ايش حقه متضاربين. حمد بني عادل مو معقوله بتضرب كذا بدون سبب، لازم تخبريني
واعرفي ترى ابوك مسوي تليفون 3 مرات يتخبر انت شو بلاش. اما ما بابوي يعرف. اسمعيني زين، قولي الولد ما له خص في بنتي. صالح قل حق رفيجك يسكت، تراني مو ما بتحملنه. انتي يا باج تحطين حيلك كله في دراستك، وهذا اذا سوالك تليفون قطعي الخط عنه. لان الحين الناس تاكل فلافل وهمس، هذا اللي يبس البطن ويسوي حموزه، ويدرون هذا التراث الاسيد تانجو باجله مال غرومي. لكن صدق راح عصر الغولمة ويا عصر الأولمة.